بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله شباب مع مسألة تطبيقية على إيجاد البارشل بريشر. عندنا كونتينر زي ما أنتم شايفين يوجد بداخله مكستشر أوف سي أو تو وبمقدار 1 كيلو جرام وميثين سي اتش 4 بمقدار 3 كيلو جرام عند درجة حرارة مزيج مقدارها 400 كالفن. هذه هي والبريشر التوتال بريشر أو البريشر حق المكسشر حق المزيج بكم؟ ب 150 كيلو باسكال. ويطلب المؤلف أو صاحب السؤال يطلب البارشل بريشر فور ايتش كومبوننت. على طول أحاول أتذكر من الحلقة الماضية إيش هو تعريف البارشل بريشر. حتى تذكرون أن تعريف البارشل بريشر يساوي المول فراكشن بالنسبة للكومبوننت المعينة في التوتال بريشر، وبالتالي أنا بحاجة لإيجاد المول فراكشن فور ذا سي أو تو، واللي من الحلقات السابقة بينا أنه يساوي عدد المولات of the CO2 على total number of moles of the mixture. وأيضا إذا أبغى أجيب البارشل بريشر حق الميثين فلازم أني أعرف كم هو المول فراكشن حق الميثين وأضربه في التوتال بريشر اللي هو كم، اللي هو 150. عملية إيجاد المول فراكشن of the ميثين لازم أحسب number of moles of the ميثين على وأقسمه على total number of moles of the mixture. سويت جدول بسيط الشباب الآن عشان بس إيش أرتب الشغل حقي. حطيت هنا الكومبوننت الأولى وحطيت خط، بعدين الكومبوننت الثاني سيج فور، بعدين حطيت خط وسويت السطر هذا. وأول شيء كتبته الموليكولر ويت. ليش أنا كتبت الموليكولر ويت؟ ليش أنا مهتم بإيجاد الموليكولر ويت حق CO2 اللي هو 44 كيلوغرام بير كيلو مول وحق CH4 اللي هو 16 كيلو مول بير كيلوغرام؟ السبب في ذلك أني لازم أجيب التوتال نمبر اوف مولز، وأيضا لازم أجيب النمبر اوف مول اوف ايتش كومبوننت. وزي ما أنتم عارفين أنه تعريف النمبر اوف مولز اوف اني كومبوننت حيساوي الماس اوف ذات كومبوننت مقسوما على المولكيولر ويت اوف ذا انديفيدجوال كومبوننت. فمعناته انه لازم اجيب المولكيولر ويت هنا اقسم الماس حقه السي او 2 اللي هو 1 كيلوغرام على المولر ماس اوف ذا سي او 2، وهذا اللي انا سويته هنا 1 كيلوغرام على 44 كيلوغرام بير كيلو مول. طلع عدد المولات حقه السي او 2.0227 كيلو مول. اكرر نفس الشيء وين الشباب في مع السي اتش 4 واقسم عدد الكيلوغرامات اوف ذا سي اتش 4 اللي هي كم ب 3 كيلوغرام، وأجيبها هنا أوكي وأقسمها على المولر ماس اللي هو 16 كيلو جرام بير كيلو مول، يطلع لي عدد المولات الخاصة بالميثين 0.1875. لازم أجمع الاثنين مع بعض، أهو النمبر اوف مولز اوف سي او 2 زائد النمبر اوف مولز اوف سي اتش 4 يطلع لي التوتال نمبر اوف مولز 0.2102. طيب ايش حستفيد منه؟ والله الان بابدا اجيب المول فراكشن كما ترى الان. اوكي المول فراكشن حق السي او 2 اوكي حيساوي النمبر اوف مولز اوف ذا سي او 2 اللي هو هذا مقسوما على التوتال نمبر اوف مولز اللي هو هذا، ويعطيني ايش 0.108. طيب وبعدين اروح للميثين واقسم النمبر اوف مولز اوف ذا ميثين على ايش؟ على التوتال نمبر اوف مولز اللي هو 0.2102، يطلع لي 0.892. مهم جدا انك تجمع الاثنين هذولا وتتاكد انهم يساوي واحد عشان تتاكد ان ما عندك غلط. طيب ايش الخطوه اللي تتليها؟ خلاص انا جاهز اني اجيب البارشل بريشر اوف ذا سي او 2 والبارشل بريشر اوف ذا سي اتش 4. بسم الله البارشل بريشر حق السي او 2 حيساوي المول فراكشن اللي انا جبته الان اهو مضروبا في التوتال بريشر اللي هو 150 كيلو باسكال، يطلع لي البارشل بريشر الخاص بالسي او 2 في الكونتينر هذا 16.2 كيلو باسكال. اما بالنسبه للميثين فيطلع البارشل بريشر حق الميثين 133.8 كيلو باسكال. مساله بسيطه جدا وحلوه، و أسأل الله أنها تكون إيش جهزتكم أكثر في الأيديال غاز ميكسترز. أشوفكم على خير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.